يقول السائل: أحيانا عندما ننوي القدوم للعمرة يوصينا بعض الأقرباء بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نفعل ذلك؟ نقول له أن فلان يسلم عليك؟ هذا بدعة ولا يجوز. صل عليه وسلم أنت في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم، يعني في أي مكان، فإن صلاتكم تبلغني. فلا حاجة أنك توصي له من يسلم عليه، سلم عليه وصل عليه في أي مكان، وهذا يصل إليه صلى الله عليه وسلم. نعم.